السلام عليكم. التوتم بول اوتبوت ستيج عندنا بهذه الدائرة المربوطة امامنا، يقول انه الكومباينيشن المجموعة او التركيب من هاي الكومبوننت اللي عندنا اللي هي الكيو 3 والدي 1 والكيو نوت، هذه تسمى اللي تربط طبعا على الاوتبوت ستيج تسمى بالتوتم بول. هاي الطريقة بالربط للدائرة عندنا. طبعا هذا الجزء نلاحظ انه هاي الدائرة او هذا الجزء من الدائرة يمثل لنا حالة او ربط الايش تي تي ال سيركت. ف تي تي ال سيركت لما نجيبه على طرف الاوتبوت او على الاوتبوت ستيج، انه نربط هذا المجموعة من الكومبوننت اللي هي الكيو 3 والدايود والكيو نوت، او ممكن بصيغة يعني ابسط الترانزستورين يفصل بيناتهم دايود. اوكي، هذا الجزء يسمى بالتوتم بول. اوكي، هذا الشيء راح يسبب لنا وش راح يعني ايش راح نستفيد منه. اوكي، اكيد راح يحسن لنا بالدائره باشياء، مثل انه البروباجيشن ديلي راح يقل. بروباجيشن طبعا قلنا انه معناه التدفق، فالديلي اللي يحصل نتيجه للتدفق او انه التاخر بالتدفق راح يكون يقل. شحن وتفريغ راح يكون اسرع. اوكي، الاوبريتنج سبيد سرعه التشغيل راح تكون اسرع او راح تصبح اسرع. اوكي، راح تكون مرحله جديده من الاوتبوت اللي هي هاي راح تكون، والكيو نوت او عفوا الكيو 2 اللي هو هذا الكيو الوسطي الترانزستور راح يقلب الزاويه 180 درجه، فيقل لانه هذا ترانزستور الكيو 2 راح ايش يعمل يعني يشتغل كفيس سبليتر. اوكي، راح يقلب لنا الطور 180 درجه. اوكي، بيكوز انه هو مربوط على طرف ان الكوليكتر والايميتر، هوني الكوليكتر والايميتر فولتج راح تنقلب 180 درجه اوت اوف الايش اوف فيس. اوكي، 180 degrees out of phase. فهذا هو ممكن نقول او نسميه كتحسين للدائره مالتنا اللي هي هذا الجزء منه، هو دائره التي تي ال. اوكي، ربطنا عنده على الستيج الاوتبوت هذولي الثري كومبوننت، اثنين من الدايودات يفصل بيناتهم، عفوا اثنين من الترانزستورات يفصل بيناتهم دايود. هذا الجزء فقط هو اللي يسمى بالتوتم بول، وهذا الترانزستور يسمى بالفيس سبليتر. اوكي، هذا الترانزستور بهاي المنطقه. فنحن نحلل هاي الدائرة ورح نشوف أنا إيش استفاد مثلاً حتى هذول الفوائد اللي ممكن نقول شفهية. هل ال خلال الحسابات الرياضية رح يتأثر عندي ناتج الأوتبوت؟ يعني أنا رح أبقى اعتبر أنا عندي هوني دائرة التي تي أو بالمقدمة بداية الدائرة مالتي، هل رح أبقى إنه لما أدخل الإنبوت عفواً يكون لور، هل رح يطلع الأوتبوت يكون هاي؟ هل لما أدخل الإنبوت هاي رح يطلع الأوتبوت لور؟ رح يختلف هذا الشيء ولا لا؟ هسه رح نشوف خلال التحليل. فبداية راح يفرض يقول لما يكون ال Vx يساوينا ال Vy يساوي اللوجيك 1 اللي هي راح تكون حالة الهاي. فأول شيء أنا خلال الحل لازم يعني يكون كشكل حلي مرتب، إنه أثبت لي قدام الخطوات أنا لما يكون عندي الإدخال هاي الترانزستور الفلاني هل راح يكون on ولا off، حالة الريفرس، حالة الفورورد بايز إلى آخره، حتى إنه يكون كل شيء إنه سهل وميسر لي قدام خلال الحل. فرح أبلش بالترانزستور الأول رح يكون حالة الريفرس أكتيف مود، رح يشتغل. هذا أول شيء ممكن أنا أقول عنه on. أوكي، بعدين أحدد أو أخصص أنه هو رح يشتغل بحالة الريفرس أكتيف مود. كذلك عندي الترانزستور الثاني والترانزستور كيو نوت رح يكونون بحالة الساتوريشن، يعني كذلك هم بين قوسين رح يكونون on، رح يشتغلون. أنا الإدخالات لما تكون هاي الثلاثة تذكرون أنه من المحاضرة السابقة أنه كانوا يشتغلون هذي الترانزستورات. أوكي، هذا on، هذا on، هذا on، هذا راح يكون هذول الاثنين بحالة الساتوريشن. اوكي، عليه كنا نتوقع انه رأسا الاوتبوت نقول انه هو الـ on، باعتبار هذه الفولتية استهلكت خلال هاي الدائرة بدون ما كان موجود هذول الطرفين. اوكي، هذول التو كومبوننت. اوكي، فالاش كان يكون عندنا انه الفولتية تستهلك راح تصير تيارات في خلال الدائرة، بالتالي الاوتبوت راح ياخذ من ايش فولتية الـ VCE ساتوريشن اللي هي تكون فولتية كلش قليلة ومقربة للصفر، يعني تقريبا انه يكون لو او لوجيك زيرو او تقريبا لوجيك زيرو. اوكي، لكن هسه عندنا كومبوننت اضافيه راح نشوف ندرس تاثيره. فيقول لنا هوني انه الترانزستور كيو 3 راح يكون بايست ان ايش، راح يكون عندنا نبدا نحلله ونشوف الاضافات راح تجري لنا على هاي الدائره كتحليل رياضي. فراح يقول انه عندنا فولتيه الفي بي 3 اللي هي فولتيه القاعده، اوكي، اللي على طرف القاعده للترانزستور الثالث تساوي لنا الفي سي اي 2، عفوا الفي سي 2، اوكي، اللي هي فولتية الكوليكتر على طرف الترانزستور اللي هو 2. طيب هسه هذا الترانزستور 2 وهذا الترانزستور 3، ايش نساوي هاي الفولتيتين؟ انا راح اجي اعين فولتية الفي بي 3 اللي هي هوني، الفولتية اللي هي على طرف القاعدة بالترانزستور الثالث،
فولتية الفي سي تو اللي هي فولتية الكولكتر اللي هو هذا طرف الكولكتر باعتبار هذا طرف الإيميتر اللي عليه السهم، المقابل هو الكولكتر الترانزستور الثاني باعتبار عقلنا الفي سي تو. أوكي، فراح تكون هوني باعتبار فولتية منو؟ طرف الكولكتر. طيب أنا لو أجي خلي كل واحد على حدة نشوف أشون بالفعل هل هما نفس النقطة ولا يختلفون. أوكي، فرح أنا أجي لو أقيس الفولتية مالتهم، فأنا بالمختبر رح أجيب جهاز الفولتميتر. تمام، خلي أقيس الفولتية الفي سي تو، رح أحط واحد هوني والطرف الثاني على الأرض. تمام، بما أنه على الأرض أنا عندي بشكل عام جهاز الفولتميتر لما أقيس أو هو عشان يشتغل فلسفة عمله أنه هذول الطرفين مالته راح ياخذ الفرق بيناتهم، لكن بما أنه أحد الأطراف هو مربوط على الأرض أو الطرف الثاني مربوط على الأرض فأنا راح أجمع اللي بيناتهم. أوكي، فإيش راح يكون عندي؟ أول شيء هاي الفولتية، يعني أنا مرورا بين هاي حتى أصل لهذا، إيش راح يكون عندي؟ هاي الفولتية أوكي اللي هي فولتية ال VCE على أساس هذا ال C وهذا ال E، هذا الكوليكتر وهذا الإيميتر، في الفولتية اللي بيناتهم فولتية ال VCE بلس منو راح تجي إلى هوني تصل إلى هوني، ففولتية منو؟ ال VBE الخاصة بالترانزستور الثاني، هذول جمعا مع بعض راح يكونوني فولتية ال إيش؟ فولتية ال كولكتر اللي هي ال VC2. طيب أنا هسه راح أعيد الخطوات لكن راح أحسب فولتية ال VB3، فراح أحط طرف هوني وراح أحط الطرف الثالث هون، أو عفوا الطرف الثاني اللي هو على الأرض هون. هاي إيش راح أمر؟ هم راح أمر بهذا الشكل أوكي، حتى بيناتهم ممكن تخيلوها بسهم إنه إيش أنا أمر حتى أوصلهم حتى يكون سهل علي أنا أستذكر أو أنتبه على وين بالضبط راح يمر. فهون عندنا هذا الطرف اللي هي فولتية ال VCE أوكي، VCE saturation خاصة بال Q2، هوني فولتية ال VBE saturation خاصة بال Q0، نفسه ولا ما نفسه؟ أوكي، تلاحظون إنه هي بالفعل هي صارت نفس النقطة وكأنه أوكي، أو إنه الفولتية مالتهم هي متساوية. بالتالي المحصل أنا اللي فيتني أو اللي يهمني رياضيات إيش راح يصير؟ بالرياضيات راح يصير إنه فولتية ال VBE عفوا فولتية ال VB3 تساوي فولتية ال VC2 اللي هي إيش تساوي؟ نفس القانون فولتية ال V، خلي نكون بالتسلسل نمشي، فولتية ال VCE saturation خاصة بال Q2 إيش قد تحددون أسماء الترانزستورات يكون أكيد 100% ممتاز أكثر، أوكي؟ فولتية ال H ال VBE saturation خاصة بال Q not اللي راح تكون ال VBE saturation تساوي 0.8 أوكي؟ وال VC saturation دائما تساوي 0.1 فولت، جمعهم مع بعض راح يكون لي 0.9 فولت. هاي المقدار من الفولتية ما راح تقدر إنه تشغل لي منه، تشغل لي هذا وهذا. هذول ال two components اللي هي ال Q3 وال D not عفوا D1 أوكي، هذا الدايت. فراح يكونون اثنينهم اوف باعتبار انه هاي الفولتية غير قادرة او غير كافية انه تشغلي هذولي الكومبوننت، فراح انه بشكل انه خاص بالالكترون ايش نقول انه هو مرحلة الكت اوف راح يكون. فاذا نستنتج من هذا التحليل اوكي، انا لما هذا الادخالات على هذا الدايت عفوا على هذا الترانزستور اشغله انه يكون هاي لوجيك 1 او 5 فولت او هاي، هذا الترانزستور راح يشتغل، لكن بحالة الريفرس اكتيف مود هذول الترانزستورين راح يشتغلون لكن راح يصيروا بحالة الساتوريشن، هذول راح ينطفون. ليش؟ لأنه الفولتية راح تجيهم غير كافية إنه تشغلهم. ممكن أن تعملوه بهذا الشكل لما يكون عندنا هاي أوكي، تخيلوها هكذا إنه أنا لما يكون عندي الإدخال هاي الجزء السفلي من الدائرة يعني عكس الهاي راح يكون شغال، والجزء العلوي من الدائرة راح يكون أوف، هذا الجزء راح يكون أون وهذا الجزء راح يكون أوف. اوكي، هكذا تكون سهل على الحفظ. انا صح عندي هاي بس هوني بالعكس بالدائره، الجزء السفلي من الدائره هو راح يكون اون والجزء العلوي منه راح يكون اوف، بس مجرد طريقه انه استذكر بها المعلومات بسهوله حتى ما الخبط. اوكي، طيب هسه حللنا بهذا الشكل لما يكون عندنا الادخال هاي. هسه لما ندخل الادخال لو هل راح نحصل بالفعل على الاوتبوت يكون هاي، وهل هوني بالفعل حصلنا على الاوتبوت كان لو؟ راح نشوف. فانا لما دخلته الادخال كان هاي اوكي، المفروض احصل على الاوتبوت لو، فالفي اوت تساوي البي سي اي ساتوريشن اللي هي 0.1 فولت على الخاصه بالكيو نوت، مثل ما حكينا انه هذا شغال هذا شغال هذا كان شغال، فالفولتيه هوني استهلكت صارت تيارات بهاي الدائره، فبالتالي الاوتبوت اللي طلع لي هوني كان لو، فدخلته هاي طلع لي الاوتبوت لو، ما اختلف اي اختلاف عن فكره الايش، عن فكره الاساسيه الخاصه بدائره التي تي ار. اوكي تمام، احنا هون حكينا صح انه استفدنا من التوتن بول لما اضفناه على الستيج الاوتبوت انه
عملنا كذا 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 اوكي، لكن ما حكينا انه هل راح يختلف الاوتبوت ولا لا. الاوتبوت هو راح يبقى نفس ما هو، انا لما ادخل هاي راح يطلع لي لو. اوكي، فالاوتبوت هون الفولتيه راح تستهلك، فالفولتيه ايش راح ياخذ من فولتيه البي سي اي ساتوريشن المربوطه او الخاصه بالكيونات، فراح تكون 0.1 فولت قيمه لو او قيمه جدا قليله. اوكي، عندنا بالحالة الثانية لما هسا راح يكون عندنا فولتية ال VX تساوي لنا فولتية ال VY تساوي لنا الصفر لوجيك أو لوجيك زيرو أو القيمة اللي تكون لو، فأنا متوقع إنه يكون ال output يكون هاي. فرح أشوف أول شيء الترانزستور الأول راح يكون on بحالة الساتوريشن. أوكي، هذا الترانزستور الأول بالبداية لما هون كان بحالة هون كذلك اون، هون كذلك راح يكون اون. اوكي، هون كان ريفرس اكتف مود، هون راح يكون بحالة الساتوريشن. اوكي، فهي معلومات انه ضروري اثبتها. الكيو 2 والكيو نوت راح يكونون بحالة الكت اوف. اوكي، فهوني هذا راح يكون اون، لكن انا عندي اختلاف هالمرة انه الكيو 2 والكيو نوت راح يكونون ايش؟ يكونون اوف او بحالة او منطقة الكت اوف. اوكي، فخلينا نثبت انه كعمل هل هم اون ولا اوف، راح يكونون اوف. اوكي، فرح نشوف انه الترانزستور الاول راح يعمل، لكن الترانزستورين الثانيين راح يكونون بحالة الكاتوف. على هالاساس اوكي، انا لما هذا يكون اوف كترانزستور، اوكي انا ما عاد اشوف انه هذا الطرف الاوتبوت من هذا الترانزستور الكيو 2 هو نفسه كطرف يعتبر انبوت للترانزستور الثالث، ما تمام اوكي، او الترانزستور كيو 3. فانا بما انه هذا مطفي، اوكي هسا نعرف هذا، بما انه هذا مطفي على الاوتبوت اللي راح يجي هون ايش راح يجي له؟ راح تجي له فولتيه الفي سي سي، تمام، باعتبار انا الترانزستور لما يكون عندي شغال هو راح يستهلك هاي الفولتيه، باعتبار انه راح تسري بيه تيارات والى اخره وراح يشتغل، وراح يكون مرحله الساتوريشن بحيث انه الاوتبوت اللي هوني راح ياخذ الفولتيه من هاي المنطقه اللي هي الفولتيه بين الكولكتر والاميتر بي سي اي ساتوريشن، اللي دائما نحكي عنها انه هي فولتيه كلش قليله 0.1 فولت تقريبا. اوكي، لكن بما انه هسه هذا الترانزستور ما اون وانما اوف، ما راح ياخذ هاي ولا يستهلك منها هاي الطاقه، فكلها راح تتسرب الى طرف الاوتبوت، او هو طرف الاوتبوت هو اللي راح ياخذه. قبل شوية قلنا انه هذول الترانزستورات يكونون شغالين وهذول يطفون، على اساس يطفون باعتبار هاي شغالين راح يستهلكون من الباور، فلما جينا قسنا حسبنا الباور اللي راح تكون هون عند هذا الطرف الملون بالاصفر، اوكي لاحظنا انه هي فولتي كلش قليلة 0.9 فولت، ما كانت قادرة تشغل هذول الاثنين. اوكي، لكن هسه بما انه هذول اوف ما راح يستهلكون هاي الطاقة اللي هي هاي الطاقة كلها راح تعبر لهذا الجزء، فهي طاقة كلش كافية واكثر من كافية بعد انه تشغل لي هذا الجزء باعتبار 5 فولت. اوكي، عفوا راح تقدر تشغل لي هذا الجزء من الدائرة، فراح يكون عندي ال كيو 3 راح تكون تاخذ الفولتية اللي او تجي عليها منه فولتية ال في سي سي اللي هي 5 فولت، فراح هاي الفولتية قادرة كلش واكثر من كافية انه تشغل لنا الترانزستور كيو 3 والدي 1 اللي هو الدايت، فراح يكون عندنا اون. اذا نستنتج ما انه راح يكون هون راح تطلع الفولتية فراح تاخذها هي الخمسة فولت او الفولتية في سي سي، فراح يكون عندنا الفولتية راح تكون في اوت هاي، فالادخال لما كان له هذا اون لكن هذا اوف، اوكي وهذا اوف وهذولي صاروا اون بهاي الحالة. اوكي، اكيد الفولتية عند الاوتبوت صارت هم هاي. اوكي، فهذا الطرف صار عندنا اون، ماشي. فانا بكل الحالتين هذا الترانزستور شغال، لكن بالحاله الاولى هو بالريفرس اكتف مود، بالحاله الثانيه راح يكون بحاله الساتوريشن، هذا الاختلاف الوحيد، لكن كاون اوف راح يكون اون بكل الحالتين. لكن لما يكون عندنا الادخال هاي قلنا هو شويه بالعكس، حتى انا اخطير يعني اتذكره، الجزء السفلي من الدائره هذا هاي راح يكون هذا ايش على العكس منه، انه هو الجزء السفلي هو راح يكون اون والجزء العلوي راح يكون اوف. لما ادخل الادخال يكون لو، هذا لو، هذا راح يظل انه اون عادي، لكن الجزء اللو منه اوكي ايش راح يصير بيه؟ هو اللي راح يكون اوف، والجزء الهاي راح يكون اون. اوكي، بس مجرد طريقه للاستذكار، اذا انتم قادرين انه تتذكروها بشكل يعني كلش طبيعي ما محتاجين هاي الطريقه، اوكي لا تخربطوا نفسكم بها، انا بس اعرف التحليل، انا اذا شغلته مثلا بقيمه
لو هذا راح يشتغل اوكي، هذا ما راح يشتغل، هذا ما راح يشتغل، فهذول اللي راح يشتغلون. او اذا دخلت قيمه هاي، هذا راح يشتغل، هذا راح يشتغل، هذا راح يشتغل، وهذول راح يكونوا مطفيين. اذا اقدر اتوصل هاي المعلومه، استذكر انه لما انا ادخل الادخال لو يطلع لي على الاوتبوت هاي، ولما ادخل الانبوت يكون هاي يطلع لي على الاوتبوت لو. اوكي كلش تمام، ما عندي مشكله. تبقى عندي اذا في حال طلب من السؤال احساب قيمه الباطيات، قيمه التيارات، اشياء صارت كلش كلش سهله. يعني بس مجرد من قانون اوم، واحلل انا الدائره، وانا اتخيل طرف الطرفين فوت ميتر اللي عندي هو بالمختبر عشان راح احطه. يعني بس مجرد اتبع الاسهم راح اتوصل الى النتيجه الصحيحه باذن الله.